حالة الطقس اليوم السبت 1/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات. أهلا بكم، أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. من موقع الوطن، وتحديدا يوم السبت الموافق 1 مايو 2021، التفاصيل.
إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك.